and welcome back to Lulia. اليوم بدنا نعمل فيديو كتير مهضوم كتير سهل، هو for spring يعني للربيع، وبدي استعمل فيه فيرني اسود واسود شفاف. بدي اعمل عليه ورد بالبينك وبدي استعمل معه شوي ذهبي. So اذا حبيتوا تشوفوا هيدا اللوك please keep watching and please subscribe to Lulia's channel. لهيدا اللوك اول شي بدي استعمل base coat اللي هو strong hardener، واكيد اكيد بدي كمان top coat. انا بستعمل هيدا من لكسي اسمه fast finish. لهيدا اللوك نقيت black nail polish مناكير اسود وبينك كتير فاتح باستل لانه ربيع. نقيت ذهبي لاكسر واعطي تاتش حلوة، وعملت فيرني اسود شفاف. هيدا اذا حابين تشوفوا كيف فينا نعمله انا شرحته على لوليا بفيديو تاني. مثل دايما بدي بلش with a base coat، وانا عم بستعمل هيدا من لكسي اسمه strong hardener. بس خليص بدي حط اول طبقة من الفيرني الاسود الشفاف على ضفري يلي على تالت اصبع، على تاني واخر اصبع بدي حط الفيرني الاسود العادي. بدي حط من الاسود 2 كوتس ومن الاسود الشفاف 3 كوتس علشان ما يكون كتير مبين الضفر من تحته لانه بيطلع مش حلو. وعلى رابع ضفر حاطة طبقتين من الجليتر. اخذت هذا البينك الكتير فاتح من شاينا جليز لارسم فيه فوق الفيرني الاسود الشفاف، ارسم فيه شكل ورود. وبدي استعمل قلم بيك، يعني ما بدنا ادوات لنعمل هذا اللوك، كتير كتير سهل. قررت حط هيك بمطارح مش معينة، يعني بطريقة عشوائية. عملت نص وردة على الزاوية ودفرة من فوق، وعملت وردتين كاملين، وحدة على طرف دفرة من تحت وحدة على دفرة من فوق، ورجعت بالزاوية يلي بوجه أول زاوية عملت نص وردة تاني. لما نحس البينك نشف شوي بدي اخد الذهبي وبدي حط نقطة من الجليتر الذهبي بنص كل وردة، هيك بيطلع شكل الوردة مهضوم كتير. وهيدا هو اللوك. اهم شي نتذكر انه اكيد 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 لازم نحط توب كوت.